السلام عليكم حبوبات الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه وبخير وعافيه، ان شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك. اليوم جيتكم بوصفه يعني رائعه جدا. هذه الوصفه خاصه يعني بموسم اللي رانا فيه، وهو يعني الصيف، وكذلك يعني راه الشمس برا، خاصه الناس اللي يروحوا البحر والشمس راهي تحرق لهم الجلد تاعهم. على هذاك اليوم جيناكم بوصفه رائعه جدا للوقايه من الشمس للكبار وللصغار، حتى الاطفال تقدروا تستعملوا هذه الوصفه، يعني رائعه جدا للوقايه من الشمس، خاصه كما تعرفوا ان الناس لما يدوا ولادهم للبحر الجلد تاعهم راه يتحرق ويسبب لهم يعني الام. على هذاك جبنا لكم هذه الوصفه الطبيعيه والرائعه والناجحه للوقايه من الشمس. ولكن قبل ما نبدا في الوصفه تاعي، نتمنى من كل واحد دخل عندي جديد للقناه ما تنساوش الاشتراك في القناه، وكذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ام جنان. اول مكون في هذه الوصفه تاع اليوم اللي هو يعني نستعملوا حنايا، نحن نستعملوا زيوت، يعني نستعملوا اربع زيوت للوقايه من الشمس. كل زيت يعني عنده فائده ولو يعني تكون قليله للوقايه من الشمس، وكذلك يشكلوا لنا طبقه يعني طفيفه باش الجلد تاعنا ما يتحرقش. اول مكون هو زيت جوز الهند، لان زيت جوز الهند يحمي من اشعه الشمس وهذه الالتهابات والحساسيه التي قد تنتج عن تعرض لها، خاصه الفترات الطويله، خاصه يعني كي نروحوا البحر يعني نقعدوا بزاف في الشمس. على هذاك يعني زيت جوز الهند هو احسن واقي الشمس. نرجع للمكون الثاني واللي هو زيت النعناع الحار، يعني اللي يكون حار ويكون بهذا اللون الاخضر، يعني تشوفوا في هذا اللون الاخضر عرفوا بلي هذا هو النعناع الحار، زيت النعناع الحار، لان زيت النعناع يحتوي على العديد من المكونات الفعاله ذات فوائد صحيه ومعروفه. يعتبر مضاد للالتهابات، مضاد للبكتيريا، مضاد للفطريات، مطهر وقاد، يعني يقدر يقتل، يعني عنده فوائد كثيره، كما انه كذلك عنده يعني فائده ل الوقاية من الشمس، خاصة الأشعة يعني فوق البنفسجية، يعني ما توصلناش للوجه تاعنا أو للجلد تاعنا، زيت النعناع راح يقينا من هاد الأشعة. نرجع للمكون الثالث اللي هو زيت الصبار أو الألوفيرا، يعني بالإنجليزية يقولوا له ألوفيرا. عنده فوائد كذلك كبيرة كما شفناه، يعني في عديد من الوصفات للترطيب، مضاد للفيروسات، مضاد للفطريات، مضاد للتأكسد، مضاد للتهيج تاع الجلد، خاصة يعني كي تكون يخفف التهيج تاع البشرة تاعنا، كي تكون تهيج يخفف هنا هذاك. وكذلك يساعد زيت الصبار على تصغير حجم المسامات البشرة، يعني انا درنا وصفات سابقة تقدروا ترجعوا القناة تصيبوا فيها وصفات يعني تاع زيت الصبار او جل صبار يلقى لنا المسامات الواسعة، كما انه له يعني قدرة على الحماية من اشعة الشمس، لان زيت الصبار يوفر لنا حماية يعني طفيفة من اشعة الشمس، يحمي لنا الجلد تاعنا من اشعة الشمس. نرجعوا للمكون الاخير واللي هو فيتامين او، يعني فيتامين او كذلك عنده فوائد كبيرة في القضاء على حروق الشمس، وكذلك يقلل لنا من خطر هذوك تاع الحروق تاع الجلد تاعنا، لان زيت الفيتامين او تقدروا ديروه يعني كمضاد للاكسده، عمله يخدم لنا كانه مضاد للاكسده، يمتص الاشعه الشمس فوق البنفسجيه، يساعد على زياده سماكه الطبقه الخارجيه من الجلد، يعني غلظ لنا هذيك الطبقه السميكه كاين اللي عندهم الجلد تاعهم سميك بزاف بالخف، يتاثر ويتحرق ويكحل ويولي يعني فيه تهيج، خاصة الناس اللي راح تروح البحر يدير لهم تهيج. زيت ولا فيتامين او يعني راح يحمي لنا البشرة تاعنا 100%. الان نرجعوا لطريقة التحضير كيفاش راح نحضروا الوصفة تاعنا. راح نجيب يعني صحن كما راكم تشوفوا، نخلطوا فيه هاد الزيوت تاعنا بكميات يعني محدودة، مقادير محدودة، يعني باش يعطونا نتيجة رائعة. هنا راح ندير ملعقة صغيرة تاع زيت جوز الهند، تقدروا تستعملوا هذيك العلبة تاع الحديد، يعني زيت جوز الهند تقدروا تستعملوه تاع مش القارورات، كان يجي في العلبة هذيك تاع الحديد الكبيرة هذيك، تقدروا تستعملوه يعني نفسه.
ونديروا ملعقه تاع زيت الصباغ، ملعقه صغيره. وهنا بالنسبه لهذا زيت النعنع حار بزاف، نديروا نصف ملعقه فقط. انا كي ديري في البشره تاعك يولي ها كي متصفيها لانه حار، ديروا نصف ملعقه زيت النعنع، ملعقه زيت الصبار، وملعقه زيت جوز الهند. ومن بعد نديروا البنات هنايا 3 كبسولات من فيتامين او، 3 كبسولات فقط. هادو هما يعني يجوا بهذا الحجم الصغير، هذوك اللي يجوا بالحجم الكبير هذوك يديروهم من الشعر. اما بالنسبه لهادو الكبسولات اللي يجوا بالحجم الصغير هادو اللي مليح للوجه. راح نثقبوهم البنات بايبانغ ولا حاجه ونفرغوهم، يعني لازم تفرغوهم تماما لان هاد الكميه الصغيره راح تعطينا النتيجه كما كنتو تشوفوا تاع فيتامين او. يعني هذه راه يكون مدوزي غايه، هنايا لازم يعني تعصروها مليح باش تكثر لكم غايه هاد الكبسوله. يعني باقي الزيت يقعد لنا في الكبسوله، لازم تضغطوا عليها مليح. راح ندير يعني نفس العمليه الكبسولات اللي بقاو لي، ونرجعوا طريقه الاستعمال كيفاش راح نستعملوا هاد الوصفه. هاد الوصفه البنات يعني راح نديروها كي تجي خارجه راح البحر ولا خارجه من دارك، ديريها يعني قبل ما تخرجي بساعه ولا نصف ساعه، لان الجلد يمتص الزيت كما تعرفوا. يعني هنايا لازم الجلد يمتص لنا الزيت تاعنا. طبعا بعد ما نخلطوا جميع المكونات كما راكم تشوفوا هنا لازم نخلطوهم جيدا تحصلوا على اللون الاخضر، لان زيت النعناع يعني ما شاء الله هذا زيت النعناع تاع القاروره الصغيره هذا يجي شباب ويجي حار كما راكم تشوفوا. هنايا راح نجرب لكم يعني القليل على البشره تاع اليد تاعي كيفاش راح تشوفوا هاد الزيوت كيفاش راح يدخلوا لنا في البشره. يعني لازم تضغطوا عليهم وتدخلوهم تماما، وكما قلت لكم يعني خلوا هاد الوصفه نصف ساعه قبل ما تخرجوا ولا ساعه، يعني اللي عندها الوقت ديرها قبل بساعه باش هادوك الزيوت كما تعرفوا ان الزيوت يبريو في الوجه تاعك وما تقدريش تخرجي بهم، على هذاك ديريها قبل بساعه باش يمتصها الجلد تاعنا. هذه هي الوصفه تاعنا، تقدروا تستعملوها يعني كواقي شمس طبيعي 100% وناجح. تقدروا تستعملوها الاطفال الصغار. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه يعني هذه تاعنا، وما تنساوش البنات كيما تخلوا لنا لايك للفيديو، وان شاء الله يعني تلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. اللي عجبتها الوصفه ما تنساش تخلي لنا الراي تاعها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.